اليوم صراحة يعني كثير أشياء حلوة شفناها بحلقتنا، تنسيق زهور، سمعنا عود، وأيضا يعني تقرير الغزلان شفنا قديش في فيدباك وردود أفعال إيجابية منكم. عموما رح نرجع مرة جديدة لزميلنا أحمد أبو حماد ومشوار الصباح، بنرجع نصبح عليك يا أحمد كمان مرة. نعم رندا، صباح الخير والورد والفل كمان مرة من محافظة جرش، بنصب عليك ومصب على مشاهدينا من بيت شباب جرش. طبعا مشاهدينا احنا ما زلنا معكم في تغطيتنا المباشرة لمعسكرات النخبة، وهي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، واللي بتضمن العديد من البرامج والأنشطة الفريدة والمميزة، وإلها العديد من الأهداف الرائعة والجميلة، واللي بتستهدف أيضا استغلال أوقات وطاقات وجهود الشباب. طبعا مشاهدين لحتى نتعرف على أهم البرامج اللي بقدمها المعسكرات، راح يكون معنا القائد سلامة سند. نقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور لك، لا برنامج جديد لجميع مشاهدين. نعم، حابين تعرفنا على أهم البرامج والأنشطة اللي بقدموها للشباب في معسكر النخبة. هذا هو إجت صراحة بسيطة من عطوة الدكتور ثابت النابلسي أمين العام، هي فكرة جديدة. برنامجنا يبدأ زي ما أنت شايفون، في عنا التمارين الصباحية، بعدين في عنا لقاءات زي اليوم، في عنا طلع مثلا لقاء مع مركز الملك عبد الله للعمليات الخاصة، بعدها راح يكون عندنا زيارة للمركز الأولمبي الأردني. هذول الشباب بالفئة العمرية هاي راح يلتقوا مع صناع القرار في مجلس النواب، في مجلس الأعيان، مع عدد من الجامعات الأردنية، زيارات الفكر اللي عندهم احنا عم بننميه. هذا معسكر النخبة نتمنى انه يكون هو نواة للجيل القادم في كل ما يتعلق بما يخدم الشباب. نعم، طب تحكينا على الأنشطة اللي الآن بقوموا فيها الشباب داخل الملعب. هلا احنا معانا المدربين والمدربات في الرياضة الصباحية عم بيعملوا كسر الروتين، هو التعلم من خلال التدريب، يعني عم نعملهم أفكار، يعني اليد واحدة ما بتصفق، لكن من خلال اللعبة معينة، من خلال كذا هو بيكتسب مهارة، انه من خلال هاي كثر الجمود والرياضة الصباحية بيعمل اكثر من شيء، هو بالنهاية بيستفيد الشاب وبيوصل احنا اللي بدنا اياه لهذا الشاب، اللي هو نجعله متمكن وقادر على اداء اللي احنا بدنا اياه. نعم، شكرا لك وصباحك سعيد. احترام، كل الاحترام. طبعا مشاهدينا يعني راح نكون الان مع مجموعة من الشباب والبنات المتميزين من النخبة، من ابناء مملكتنا الحبيبة، اللي تم اختيارهم لحتى يشاركوا في هذه المعسكرات الخاصة، وراح نتعرف اكثر عليهم على مواهبهم وايضا شو استفادوا من المعسكرات. صباح الخير، تعرف عليكي. صباح النور، بسمة الخوالدة من محافظة العقبة، من معسكر النخبة الفوز الأول. نعم، تفضلي. طبعا بداية شاركت في معسكرات الحسين للشباب، كانت الأولى المشاركات بالنسبة لي بإدارة القائدة عدل المعايطة. طبعا كان في أسس ومعايير تم اختيارها مشان أنه في أعضاء رح يروح على معسكر النخبة، منها أنه اتصفت بروح المبادرة والتعاون والمشاركة وتحمل المسؤولية. طبعا طبعا المعسكر كان لمدة 5 أيام متتالية، بلشنا من يوم الأحد المساء. طبعا كان لي شرف أني ألتقي بنخبة من القائدة والقائدات المميزين والرائعين، كان في زيارات ميدانية وبرضو محاضرات وورشات حوارية. طبعا حفزتنا طلع شوفي جواتنا من إبداعات وطاقات، وبالنهاية بتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا إنجاز هذا المعسكر. شكرا. طب صباح الخير، نتعرف عليكي. صباح النور، نيفين حداد، محافظة جرش. طيب احنا لانه الوقت ادركنا من ان ناخذ من كل واحد سؤال بسرعه لانه عشان الوقت، تحكينا شو استفدتي من المعسكر؟ طبعا هاي المعسكرات بتقوي شخصية الشاب وبتعطيه فرصة انه يطلع مواهبه والاشياء اللي عنده اللي بتكون متخبية، فانه بحب اني اشجعهم واحكي لهم انهم يستمروا بهالمعسكرات. شكرا لك، صباح الخير، تعرف عليه. تامر الخوادم من محافظه الطفيله. الشيء اللي استفدناه من هذا المعسكر انه احنا التقينا بقاده عريقين وعميقين، حتى لو شباب صغار بس هم عندهم فكر واسع ومجال ابداعي، تشاركنا مع بعض، تحاورنا، رحنا اماكن زياريه، ماشي، عرفنا اماكن جديده، تعرفنا على العاب جديده، مهارات جديده، عرفنا حالنا اكثر، كنا مع بعض كإخوة وأحباب وأصحاب، وإحنا بنتواصل دائما مع بعض بهذا الإشي. ويعني أنا بتميز بالشعر وكتابة الخواطر وعزف أورج وجيتار، ماشي، وعندنا مثلا فعاليات حلوة مثل صيح الصبح، نصحى مع بعض، ناكل مع بعض. شكرا، الوقت أدركنا بس عشان ناخذ كمل الصباح. صباح الخير، تعرف عليكي. صباح الورد، اسمي آيز ريغات. في البداية بدي أشكركم، بدي أشكر حضوركم لأنه أنتم كثير تهتموا بالشباب وتعطيهم
يرفعوا صوتهم. فأنا إحدى قائدات معسكر النخبة، شاركت الأسبوع الماضي في معسكر إنترنت الأشياء، تم تأهيلي للنخبة بحسب المعايير. معسكر النخبة هو بيختلف عن باقي المعسكرات، لأنه إحنا بنكون قادة مش مشتركين أو مشاركين. فمعسكر النخبة هو نشاطاته بتكون نشاطات خارجية، بتعمل لنا شخصية قيادية، بتثقل شخصيتنا وبتحفزنا للمستقبل، إنه إحنا شباب الأردن يكون دور فعال ودور كبير في تأثير هذا المجتمع. نعم، شكرا لك صباحك سعيد. وأنا بشكركم. طبعا مشاهدينا أيضا مستمرين معكم في شباب وبنات موجودين معنا. صباح الخير، نتعرف عليك. صباح النور، أحمد إبراهيم ناصر الطورة، لواء الشوبك، معسكر النخبة الفوج الأول. نعم، تحكينا شو استفدت من المعسكرات؟ حقيقة أنا هون بمثل طبيعة الشاب الأردني صاحب المواهب والقدرات العالية اللي حب يظهرها للمجتمع بشكل عام، فحاول الوصول لواجهة يمكن تكون الأفضل إله مشان يبين هذه القدرات والمواهب. اختار معسكرات الحسين العام للبناء، يكفيها شرفا أنها تحمل اسم الملك العظيم الباني جلالة الملك الحسين الطلال. فهي المعسكرات حقيقة تمكننا من صقل مواهبنا واكتساب مواهب جديدة، ساعدتنا مشان نكون قادة للمستقبل، قادة لبناء المجتمعات التي هي تشكل جزء من الوطن والتي ببنائها يكون بناء الوطن. شكرا لك، صباح الخير، نتعرف عليكي. صباح النور، أول إشي حاب أحكي إنه فرصة سعيدة إنه تعرفنا عليكو، وهي لفتة حلوة كثير منكو كونه إحنا اهتمامنا الأول الشباب. هعرف عن حالي، أنا القائدة حمد الأونة من الكرك لواء الأغوار الجنوبية. طبعا لو بدي أحكي ما راح يسعني الحكي إني أصف لو كلمة واحدة، لأن أنا شاركت بمعسكرات النسائية، اختاروا منا أفضل الأشخاص إنه كونوا معسكرات النخبة، لأن أنا تميزت بكوننا قياديين. لما جيت على معسكرات النخبة جيت إني أول خطوة إني أعزز ذاتي، وكمان إني أعمل إلها بوش للأعلى. طبعا الإنسان دائما بده يرتقي بحاله، جيت بمعسكرات النخبة وكان إلها دور فعال كثير بشخصيتي إني أرتقي بها. وبديش أطول عليك، وصراحة حاب إني أوصل تحية شكر كبير لجلالة الملك الراعي الأول للشباب كونه اهتم بنا وأسس وزارة الشباب. في أشخاص يجب أن ترفع لهم القبعات حقا، ويجب أن نرفع القبعات لكل شخص ساهم في إنجاحنا. نحن الشباب قائدين الأردن إلى الأمام. شكرا لكم، لفتة حلوة كثير منكم. شكرا لك، صباح سعيد، ما شاء الله عليك ويعطيك العافية. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا اليوم معكم على الهواء مباشرة من محافظة جرش، حبينا نسلط الضوء على معسكرات النخبة وهي ضمن معسكرات الحسين العمل والبناء اللي بتنظمها وزارة الشباب من ممثلة بمركز إعداد القيادات الشبابية بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الأردني المميز من الشباب النخبة في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. والآن مشاهدينا راح أخليكم أيضا مع بعض اللقطات الصباحية. صباحكم سعيد.